طبعا اهالينا الكبار السن دول تعبوا ووقفوا، فده اقل حاجه نقدر نعملها لهم واقل من حقهم، وان شاء الله نحاول دايما نكون ننال رضاهم ونريحهم. الحمله بتهدف ان يعني حكومه الحملات الطبيه والقوائم الطبيه للكشف على اهالينا كبار السن في منازلهم وفي اماكنهم في كل المجالات، يعني لدرجه ان هنا حتى بيتكلموا على كمان يعني كان محتاج رعايه نفسيه او دكاتره نفسيين برضه ان شاء الله هيبقوا موجودين. دي مبادره كريمه وان شاء الله تبقى مستمره بصفه دايما، مش مجرد مره بتعدي. ابتدينا النهارده في بنها وكانت المشهوره هنا في دار المسنين هنا في يعني دول بيت اهالينا كبار السن هنا في بنها، انما ان شاء الله نستهدف كل القرى والمدن على نطاق المحافظه كلها بحيث ان احنا نوصل ان شاء الله لكل الناس في بيوتها، ونسعى ان احنا يعني نريحهم على قد ما نقدر. طبعا يعني ان شاء الله الرعايه برضه يعني على طلب اهالينا فوق طلب، ويعني يبقى في رعايه دايما ان شاء الله. دكتور حموده هيكلف يعني حملات طبيه بصفه مستمره هنا، وبرضه في طلبات الطلب الدفاع عموم ونفع الدوله علاج على نفس الدوله عشان مش لاقين برضه جاري اتخاذ الاجراءات. احنا يعني بنسعى الدوله ما بتدخلش وسع خالص ان اي حد من اهالينا كبار السن دولت يعني ليهم حق علينا، ومهما نعمل مش هنوفي لهم حقهم. احنا النهارده حقيقه الحمد لله مؤسسه الالوبيه بتطلق حمله تحت عنوان نخليك في بيتك هنطمنك ونطمن عليك. هي حقيقه طبعا ده يعني شعار احنا عملناه عشان خاطر يعني نزود التردد ونزود الدعم اللي احنا بنقدمه لكبار السن، اللي هو برنامج اصلا قومي يعني بيقوم به اصلا قطاع الرعايه الاساسيه. وطبعا الكلام ده كله بيتم تحت رعايه معالي الوزير الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار طبعا نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه والسكان، والاستاذ الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحه والسكان، والدكتوره رشا خاتم رئيس قطاع الرعايه الاساسيه. الحقيقه احنا طبعا منسقين مع كافه قطاعات الوزاره بهدف ان احنا ننزل للناس كبار السن اللي هي الفئه المستهدفه بتاعتنا اللي المفروض 65 سنه. هو كان الطبيعي ان بيكون احنا الرعايه الاساسيه، لكن طبعا احنا لقينا التردد قليل، فبنحاول بقدر المستطاع يعني انطلاقا من تكاليف اللي احنا بيصدرها معالي وزير الصحه ان احنا دايما نكون في تلاحم مستمر مع المواطن عشان يحس ان احنا كدوله بنقدم له كل الخدمات اللي هو عايزها. فاحنا النهارده بدانا الحمله بتاعتنا ان شاء الله من 7 ادارات على مستوى الالوبيه، وهنكمل بكره الستة التانيين بحيث ان احنا عندنا كل اداره صحيه بتنزل يومين في الاسبوع. بنبدا نشكل فريق، الفريق الطبي اللي بينزل ده عباره عن طبيب بشري. الطبيب البشري دوره بيعمل فحص شامل للمواطن اللي هو موجود في بالنسبه للحضر في دار المسنين وبالنسبه للريف في البيوت والكرة. وبعد كده عندنا طبيب اسنان بيعمل فحص كده ظاهري للاسنان، لو محتاج حاجه نقدر نقدمها له في مكانه هنقدمها له، مش هنقدر هنجيبه معانا اصلا للوحده الصحيه او هننسق معاه مع التضامن الاجتماعي نفسه او من في البيوت يعني بالنسبه للكره. وعندنا فريق تغذوي عشان برضو الحاله الغذائيه، فريق توعيه بشكل عام. عندنا برضو هنعمل بقى على هامش القصه دي كمان هنعمل المبادره الرئاسيه، هنبدا نشوف السكر والضغط ونشوف لو عنده اعتلال الحاجه بالنسبه للكلى اي شكوى هنبدا نفحصها، حتى لو احتاج ان احنا نعمل له رسم قلب هنعمل له رسم قلب. وطبعا الخدمه اللي احنا عاملينها النهارده دي حقيقي في دعم غير عادي وغير مسبوق من المهندس ايمن عطيه طبعا محافظ القلوبيه، لان هو حقيقي داعم قوي جدا للصحه من اول لقاء ليا معاه خلال الاسبوع اللي فات. يعني الراجل فعلا ابدا يعني دعمه بشكل يعني غير عادي.